السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب السادس الأحيائي، أهلا وسهلا بكم في أسئلة مادة الفيزياء خاصة بالامتحان التمهيدي اللي جرى اليوم الأحد 12/2/2023. السؤال الأول: متسع ذات الصفيحتين المتوازيتين سعة 18 مايكرو فاراداي ربطت بين قطبي بفرق جهد، طبعا ما واضح فرق الجهد بين قطبيها، احسب مقدار الشحن المختزن في أي من الصفيحتين المتسعة. إذا فصلت المتسعة عن البطارية وأدخل لوح عازل كهربائي بين صفيحتيها، هبطت الطاقة المختزلة من المجال الكهربائي المتسع إلى 18 × 10⁻³ جول. ما مقدار فرق الجهد بين صفيحتين متسعة وثابت العزل الكهربائي والسعة بعد وضع العازل؟ فرع ب: ما تأثير أول التطعيم شبه الموصل النقي بإضافة شوائط خماسية التكافؤ في موقع مستوى فيرمي؟ تردد فولتية المصدر على كل من رادة الحث ورادة السعة، موضحا بالرسم المخطط البياني لكل منهما. إدخال مادة عازلة كهربائية ثابت عزلها 6 بين صفيحتين متسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين مربوطة بين قطبي بطارية بدلا من الهواء في فرق الجهد بين صفيحتي سعتها. السؤال الثاني: إذا علمت أن نصف قطر البولونيوم اللي هو بي أو 84/216 يساوي ضعف نصف قطر نواة مجهولة اكس، جد العدد الكلي للنواة المجهولة. ب: على ما يعتمد مقدار كل من ما يأتي؟ حاجز الجهد الكهربائي في الثنائي البلوري بي ان، الطاقة الحركية العظمى للالكترونات الضوئية المنبعثة في الظاهرة الكهروضوئية، عامل القدرة في دائرة التيار متناوب متوالية الربط تحتوي على مقام الصرف ومحث صرف ومتسع ذات سعة صرف ال ار سي. السؤال الثالث: دائرة التيار متناوب الربط تحتوي مقام الصرف R يساوي لنا 10 أوم ومحص صرف R يساوي لنا 200 مايكرو هرتز ومتسع ذات سعة صرف C يساوي لنا 20 مايكرو فاراداي ومذبذب كهربائي مقدار فرق الجهد بين طرفي 100 فولت ثابتا والدائرة في حالة رنين، احسب مقدار التردد الزاوي الرنيني رادة الحث ورادة السعة والرادة المحصلة ثلاثة التيار المساف في الدائرة. فرع بي: وضح بنشاط تداخل المجموعات. السؤال الرابع: ملفان متجاوران ملفوفان حول حلقة مقفلة من الحديد المطابع ربط بينهما طرفي الملف الابتدائي بطارية فرق الجهد بين طرفيها 100 فولت ومفتاح على التوالي، فإذا كان معامل حث ذات الملف الابتدائي 0.5 احسب هرتز، احسب مقدار المعدل الزمني لتغيير التيار في دائرة الملف الابتدائي لحظة إغلاق الدائرة. ثانيا: معامل الحث المتبادل بين الملفين، إذا تولدت قوة دافعة كهربائية محتثة بين طرفي الملف الثاني مقدار 20 فولت لحظة إغلاق المفتاح في دائرة الملف الابتدائي. فرع بي: اختر الإجابة الصحيحة بين الأقواس الاثنين مما يأتي. أولا: لحصول تداخل مستديم في موجات الضوء جد أن يكون مصدرا ما متشاكهين غير متشاكهين مصدرين من الليزر جميع الاحتمالات السابقة. ثانيا: مقدار القوة الدافعة الكهربائية المحتثة عن طريق ساق على طرفي ساق موصلة تتحرك نسبة إلى مجال مغناطيسي في حال السكون لا تعتمد على طول الساق، وضعية الساق نسبة الفيض المغناطيسي، قطر الساق، كثافة الفيض المغناطيسي. يزداد المعدل الزمني لتوليد الأزواج الإلكترون فجوة في شبه موصل بإدخال شوائب خماسية التكافؤ بإدخال شوائب ثلاثية التكافؤ بارتفاع درجة الحرارة ولا واحدة مما سبق. السؤال الخامس: سقط ضوء طول موجته تساوي 300 نانو متر على سطح معدن، فإذا كان دالة الشغل للمعدن تساوي 3.978 × 10^19 جول، جد الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات الضوئية المنبعثة بوحدة الجول. فرع ب: أجب عن اثنين مما يأتي، ما المقصود بقوة العزل الكهربائي وبأي وحدة قاس؟ في إنتاج الأشعة السينية يصنع الهدف من مادة ذات عدد ذري كبير، علل ذلك. ما شكل المسار الذي يتخذه جسم مشحون بشحنة موجبة عندما يتحرك باتجاه عمودي على فيل مغناطيسي ب منتظم؟ السؤال السادس: احسب الزخم الزاوي الإلكترون درجة الهيدروجين عندما يكون في المدار الأول مرة وعندما يكون في المدار الثاني مرة أخرى. فرع ب: متسع مقدار سعتها 60 مايكرو فاراداي لكي تختزن طاقة في مجال الكهرباء مقدار 4.8 جول، يتطلب ربطها بمصدر فرق جهد مستمر، ما مقدار فرق الجهد المستمر؟ ثانيا: ما فرضيات اينشتاين في النظرية النسبية الخاصة؟ استفد من H 6.63 × 10^34 جول في ثانية و C يساوي 3/10^8 متر على سكند يعني على ثانية. شكرا جزيلا لكم.
ولا تنسوا الاشتراك في القناة.